أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. الرعد يجري في جميع دول العالم، يعني عندنا في أمريكا دائما تحصل رعود وعواصف قوية، ولكن لم نجد بأن الرعد دمر الشبابيك أو الأبواب في البيوت، وأعتقد أنتم في العراق كمان عندكم نفس عندكم الرعد والعواصف. هل تجدون بأن العاصفة أو الرعد يدمر الباب، باب المنزل أو الشباك؟ لا أعتقد ذلك، ولكن إلى أن تتضح الفكرة يبدو بأن المفاوضات الجارية في فيينا لا تسير كما يرام، وأن الولايات المتحدة تجد بأن هذه المفاوضات قد لا تأتي بنتيجة إيجابية بشكل يرغبه الرئيس بايدن، وهو عودة إيران إلى التفاهم النووي. كما نعلم هذا ليس اتفاقية، لأن الاتفاقيات في الولايات المتحدة بحسب الدستور الأمريكي يجب أن يوافق عليها مجلس الشيوخ ثم يوقع عليها رئيس البلاد. هذا التفاهم لم يكن اتفاقية، لأنه مجلس الشيوخ عندما عرض الأمر على مجلس الشيوخ الرئيس الأسبق أوباما رفض مجلس الشيوخ هذا التفاهم، ولذلك آنذاك لجأ الرئيس أوباما إلى مجلس الأمن لكي يضفي على هذا التفاهم نوع من التغطية الدولية، بحيث يقول للعالم بأن هذا التفاهم وافق عليه مجلس الأمن، ولكن حتى أن موافقة مجلس الأمن لا تعتبر جزء من القانون الأمريكي، لأن الاتفاقيات الدولية التي تعقد بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبصورة خاصة الجمعية العمومية تكون جزءا من القوانين الأمريكية، وهذا التفاهم ليس جزء من القانون الأمريكي. أما فيما يتعلق بما قد يكون حصل، هناك اتجاه كبير يشير بأن إذا لم تنتج المفاوضات الجارية في فيينا لم تنتج يعني حلا للمشكلة، ولم تعد إيران إلى هذا التفاهم، عندئذ قال بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بأنه يوجد بلان بي، وبلان بي يعني بتصعيد الأمور نحو تصعيد عسكري، وقد يكون ما يحصل هو جزء من هذه المناورات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة.